عاد عمري 42 سنة مريضة وكان طالب لي تعاون معايا عندي الفدق وعندي كورة مور الرحم وكيس فوق المبيض وكان طالب لي عاوني دابا عام تقريبا ويعني ما كانش دارني الحال بزاف لكن باش تعبت بزاف دابا ست شهور ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي حاجة يعني مشيت عند واحد الدكتور جراح هو اللي اكتشف هذا الشيء قال لي ضروري اوبليجي خصك تفتحي خاصك ديري قال لي المهم خاصك ديري لي هاد السكانير وهاد ليريم باش نشوف اذا كان داك الكيس اللي عندك في المبيض واش خابيت او لا قال لي انا المهم كتبان لي فيه شي حاجه لكن ما متاكدش وانا ما عنديش باش يعني ما, ما استطعتيش باش نمشي حيت الراجل سمح فيا مشاو وخلاني وما عنديش عندي البنيات صغار وستات البنات خلاهم وسمح فيهم باهم سمح فيا انا مهم بعدا اللي عاشرني شحال من هادي عاد ما يسمحش بناتو ما شافني مريضة سمح فيا مشاو وخلاني ما مبقاش ما عندي لا راميد لا والو هو عنده لا ميتيال رداه معاه يعني ما بقيت لا راميد ولا لا بجوج كي الله الله كريم عندي غير الله سبحانه عز وجل ومون الدار دابا كيقول لي يا خوي لي داري كتساني ست شهور ديال الكرا الراجل للراجل مني كان هنا ما كانش كيخلص كتساني ست شهور دابا كيقول لي يا خوي لي عم حالي الله يسامح ما بغيت منك والو اخوي ما بقيتش باركه ليا هنا وانا ما عنديش فين نمشي كاين غير الله سبحانه إذا إيه خرجت راه نخرج للزنقه انا البنيات يعني خارجين للتشرد خارجين متعرضين لاي حاجه يعني الزنقه راه فيها الدياب ولا اله الا الله وانا كنادي المحسنين دابا ويعاونوني وشوفوا من حالي وحال هاد البنيات واللي دار شي حاجه راه اجر لله سبحانه اجر لله اللهم لك الحمد <applause>